كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهوريه اليمنية الشقيقه بوفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله عرب فيها عن اصدق تعازيه ومواساته سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته